يا هلا والله، وشلونكم؟ شلون صحتكم؟ يا هلا والله متابعيني يا ولد، لايك ومتابع الاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل شي جديد، وان شاء الله طيور الجدد هسه راويكم ياهن. هنا والبغداديات، هذا واحد من عندهن، وهذا شوفوه هذا المشكول، وهاي السودة اللوت تدرون بيها بعد. و نجي وياكم ذن الزبيريات نملاتي ما عليكم. هلا طلع الحمام، وهذا واحد، شوفوا اذا جاي بين عندكم بالقراصة. تعال، هذا ايش راح اسوي له؟ راح اهلسه. وهسه اراويكم البغداديات شلون يطلع نسل. والله لا اشوفه نسل ولا والله. هاي الريشه ايش لعتها؟ لا يابسه، مو نسل. هاي البغداديه وحده هاي جاي تنسل، بس يا ولد طوني مجال بس هلا اهلسها. لا هاي لهستها نسل، جناحها نسل جناحها. شوف الجناح الثاني ذن الطيور، بس ادري بيكم راح يسألون عن القفص. القفص بعد ما كامل. هاي مو نسل، هاي مو نسل، هاي نسل. يعني الكعبة هاي جناحها كلها نسل. هذي اكتم، هذي هون طلع الفحل، هاي الفحل، هاي النفي مال البغداديات. وهذا الطيور يا وليد، ان شاء الله بس اعطوني مجال راح اصفيهن ان شاء الله، كلهن راح اصفيهن. شوفوهن كثرا ما شاء الله، وباكر راح اجيب زوج لوت. اعطوني هديه هذا الاسود حلو، والبغداديات اشتريتهم بس من صديق، يعني بسعر مناسب رخاص كلش حلو. وش اسمه وعدكم بعد شين، وباكر راح اجيب زوج لوت قويات، يعني قلابات مو لوت عادي. ها راح اجيبهن طنيوهن ببلاش، يوزموا المقطع، المقطع اللي وراه تشوفونهن. هذا راح ينطق بالدهن، راح ينباع. وهاي الرواعب راح تنطق بالدهن، راح تنباع. الاثنينات راح ينطقن بالدهن، وراح اسوي لي برج واشوف التور اللي يعلن والتور الما يعلن. التور الما يعلن اخليهن شو اسمه ويا البغداديات، واخليهن الدشيش. هاي تار اللي يعلي سوي ثلاث براجي راح ادقين. اول شي هسه خليك من هاي الواجهة مالتي مترين ونوب، ان شاء الله لو اقسمها بالنص لو ادق البرج بصفها. هسه هذاك مشكول، هذا راح يشرب ماي فد يومين ثلاثة وافك اشكاله. وهذا نسل تو اهلس كم ريشة من عنده جاي نسل. هذا اشلكم عليه، هذا نسل، هذا فد كم يوم ويكمل نسله. هي اي كم يوم تو هلست، هلست ريشتين من عنده بعد هالنسل. هذا ابو النفاخة، هذا البغداديات. بس هسه ايش راح اسوي؟ انا محتار اذا البغداديات احبسهم بالابرا هذا بالخانات، ابزر منهن واخليهن ويا البرج. بس لازم راح احبسهن، احبسهن حتى يتزاوجن، هن ما هن مزاوج. جبتها هذيك تخبل ذيك الطيرة اللوت، بس ان شاء الله خليك من جناحها وتطير ونشوفها. شوف مطيارها، ها واللوت الزين يعني يقلب اخليه بخانة بوحده، واللوت المو زين ويدشش يعني هيك بس روش بس يفتر، هذا يدشش. حلوين حلوين، بس خلي اكمل الخان القفص وان شاء الله رتب لكم الامور.
تو حتى الدنيا بعد فجر، شوفوها الدنيا صبح ترى، بس طلع الضوء حتى اصور لكم، لان امس ما صورت لكم. لايك حتى يصعد الفيديو، لايك واشتراك ما اوصيكم بعد. اذن الطيور وشنو عندكم تردون تسألوني تدللون علي، سألوني بلي هذا خطينا هم ضالات بالتعليق، سألوني هن ضالات بدون لا برج ولا شي، ضالات هيتي البغداد وين راح، راح لبيت جو الخانات. وذن الطيور ضالات لا خانات ولا شي، دايحات هاي اللي بدن لو يمكن اللي هذن الايرانيات الزبيريات ينامن فوق هناك فوق الخانات، وعندك التور زوج هذا اول واحد وهذيك نثي ينامن بهاي الخانة من ناحية اليسرى الفوق، يمكن بس البيضة تنام بالخانة جوا، راح في حالها هي ظلت تنام بس هي جوا، باقيات كلهن ينامن هنا بصف الطاسة. هذا بس خلي كمل لهم القفص راح يكمل ان شاء الله يدللن علي. ناب الطيور اصفيهن، اشوف الطيار الزين مو زين بالمطيار اللي يعلي ما يعلي اصفيهن انا ان شاء الله. بعد هالشتا ما جاي، بعد تونا بداية الشتا. يلا يا ولد لهنا وصلوا وياكم من نهاية الفيديو، لا تنسونا من اللايك، والما مشترك بالقناة يشترك، وكتبوا لنا تعليق شنو عندكم، سألوني او فد شي عن الطيور او هاي، وان شاء الله نقدم لكم كل شيء حلو وبالحمام. يلا الله يتمسلت، جود باي.